السلام عليكم ورحمة الله. نواصل إن شاء الله المحاضرة الثانية من ميديكال جينيتكس ليكتشر. المحاضرة تتحدث بشكل عام عن السيتوجينيتك ستدي أوف ذا كروموسوم، وكأنه إحنا بنحتاج لدراسة الكروموسوم. في السابق طبعا تحدثنا على سنجل جين ديسوردر في موضوع الأوتوسومال وال 6 لينكد جينز، هنا عايزين نتحدث عن الكروموسوم. إذا معناته أنه في هناك كلينيكال سيتوجينيتكس، يعني هيحصل أنه في هناك إشكالية في الكروموسومز أو إشكالية في الكروموسومز كاستادي، تمام. وهذه الإشكالية هتعمل ريفليكشن، إنعكاس للكلينيكال بيكتشر، تمام. وهذا الكلام ممكن يحصل ويأثر على الكلينيكال بيكتشر، أو بالمعنى الأصح هيحتاج إلى انفستيجيشن من خلال الميديكال جينيتكس. يعني هناك في مردود على الميديكال جينيتكس من خلال دراسة اللي هو السيتوجينيتكس أو دراسة الكروموسومز. طبعا هذا الكلام كان لازم يحصل من خلال ملاحظات، مثلا زي ما احنا شايفين عندنا هنا في The prevalence of cytogenetic disorder، وجدوا ان تقريبا في عندنا اشكالية مستوى الكروموسوم 1% في all life pairs المواليد، عندنا تقريبا 2% و the pregnancy in women older than، يعني مثلا بيحصل عندنا ستات في عندهم مشاكل في البريجنانسي بعد السن 35. وجدوا انه هذه المشاكل سببها عندنا السيتوجينيتك ديس اوردر او الكروموسومال ابنورماليتي. وجدوا كذلك تقريبا هاف اوف اول سبونتينوس فيرست ترايمستر ابورشن، يعني تقريبا نص السيدات اللي بصير عندهم ابورشن في الفيرست ترايمستر سببه كروموسومال ابنورماليتي. جنرالي الانديكيشن بتاعت الكروموسومال اناليسيس بيعطيني انديكيشن ممكن يكون عندي مشاكل في الجروث، growth problem، growth development. عندي ممكن يكون still birth and neonatal death، في أنا بيحصل هناك death للبيبي، يعني ممكن يكون death في مرحلة gestation period أو بعد الولادة مباشرة. ممكن يحصل عندي مشاكل cytogenetics تؤدي إلى fertility problem، family history problem تحتاج إلى دراسة investigation، neoplasia ممكن بعض الأحيان cytogenetic abnormality تؤدي يصير في عندي neoplasia الخلية تصير as a new cell. كمان له هناك clinical indication في موضوع البريجنانسي، يعني يكون هناك عند البريجنانسي في عند الستات في ال advanced age في الايج الاكثر من 35. اذا هذه عبارة عن indication او problems مردودها، في هناك نسبة من هذا المردود لمشاكل على مستوى الكروموسوم. وجنرالي طبعا الكروموسوم الابنورماليتي ممكن تكون هناك اشكالية على مستوى نمبرينج او اشكالية على مستوى ستراكشر. وفي عندنا هنا مصطلح اسمه النيوبلويدي. النيوبلويدي هنا بنتحدث فيها على اختلاف اتيرم used to describe the loss or gain of a specific chromosome، يعني ممكن يحصل عندي chromosome ويلوس number of chromosomes instead of 46 مثلا يصيروا 45 47 بشكل او باخر. هذا ممكن نسميه احنا new ploidy، يعني ما فيش عندي هناك الكمبليت set بتاعت الكروموسوم زي ما احنا عارفينها. في طبعا هذا الأمر ممكن يحصل من شغلتين أساسيات في هذا الموضوع. ممكن يصير عندنا مشكلة في موضوع الميوسس، يعني في بيحصل السبيرم أو لو بتعمل عملية الميوسس، تمام. ممكن يكون عندنا هذا الأمر موجود إنه في ميوسس نمبر 1. ممكن يحصل عندنا نون ديسجنكشن، يعني فيش هناك سيبريشن ويل للكروموسوم تو جو تو إيتش أوفا أو إيتش سبيرم. هذا الشغل. الشغل الثاني انه ممكن يحصل عندنا في خلال كمان الميتوتيك، يعني في خلال الميتوتيك ديفيجن والخلية بتنقسم بعد ما يصير عندي زايجوت، تمام. هذا ممكن يؤدي انه يصير في عندي نوع من الديفيجن بخلايا خلايا تاخذ نمبر اوف كروموسوم ديفرنت فروم ذا اذر سيلز، وهذا ممكن يحصل.
إذن هذا الأمر ممكن يصير لنا نيو بلوريدي في هذا الموضوع. وطبعا في الحياة سواء كان أنا معني بإني أعمل فولو أب لبيبيز، إنه أعمل عملية تشيك أب أو بري نيتال دايجنوسيز على الكروموسومز المتعارف ممكن يحصل لهم مشاكل، بالأخص اللي هي أكرو كروموسومز زي كروموسوم 13 18 21 مثلا، أو ممكن عند الإكس والواي كروموسومز. هذا الكلام يحتاج إلى انفستيجيشن. كمان قبل نتحدث عن موضوع الاستراكشر، في موضوع النمبرينج في عندنا مصطلح اخر نقول عنه بوليبلويدي. بوليبلويدي يعني هو عباره عن مور ذان وان كومبليت سيت اوف ذا كروموسوم. يعني ممكن نقول انا في عندي صار بدل ما عندي 46 ممكن يحط عندي كمان نحط 23، يعني 69 يكون عندي تراي بلويدي، عندي تترا بلويدي او هيكسا بلويدي او ما شابه ذلك. هذا الامر ممكن يحصل عندنا، وهذا الامر طبعا بيحصل من خلال برضو مايتوتيك فيلير. في عندنا مشكلة في المايتوتيك فيلير او المايوتيك، ممكن يحصل عندنا مشكلية او ممكن يكون عندي مشاكل على مستوى البلو بلويدي اكتر في موضوع الفيرتلايزيشن اوف اوفر باي مور ذان وان سبير. ممكن يحصل عندنا يكون عندي مور ذان وان سيت، انه يكون هناك عندنا وان سبير او تو مور ذان وان سبير عمل فيرتلايزيشن الاوفا، فمعناته زاد النمبر اللي هي السيتس بتاعت الكروموسوم نمبر. النقطة الأخرى في موضوع الابنورمالتي على مستوى الكروموسوم، في عندنا ستراكشر بروبلم، هنا structural problem. وهذه structural problem ممكن يحصل عندي اشكاليات من radiation، من virus problem، chemical problem. اوكي، ممكن يعمل لي عملية loss or gain، يعني صار في عندي loss segment of chromosome، loss of the chromosome، shortage في الكروموسوم، elongation في الكروموسوم، change في structure زي ما هنشوف later on. وهذا الكلام ممكن يكون عبارة عن unbalance alteration. يعني in general structural abnormality ممكن يكون unbalance وممكن يكون balance. يعني ايش unbalance alteration؟ unbalance انه هذا ادى يعطيني clinical significance، في صار عندنا medical clinical significance، او ممكن كمان يحصل انه هذا ما يأثرش ويكون عبارة عن balance، يعني صار عندنا انتقال سيجمنت اوف كروموسوم لكروموسوم اخر، ممكن ما كانتش سيجنيفيكانس هذا الانتقال وما ياثرش على الفانكشن بتاع الكروموسوم. اذا هذه الشغلتين ممكن يكونوا موجودين في هذه الاستراكشر. اذا لما نتحدث على موضوع بالانس نتحدث على انه في هنا بنقدر نقول نو جين نو لوس، نو جين نو لوس، تمام في هذا الامر. طبعا هل في هناك اكسبشن انه ممكن يحصل عندي ترانسلوكيشن روبرتسونيان ريسيبروكال، ممكن يحصل عندي انفيرجن. هذه انواع من انواع الترانسلوكيشن، التغيرات اللي ممكن تحصل عندنا في الكروموسوم. هي بالانس بمعنى انه ما فيش عندي لوس او عندي انا جين من هذا الكروموسوم، يعني ما اثرش على الكلينيكال بيكتشر. لكن هل ممكن يكون عندي واحد من هذول يأثر؟ ممكن يأثر ويؤدي ممكن عندي بروبلم على مستوى الخلية من ناحية النيوبلازم أو من ناحية ديفورمابيليتي أو أبنورماليتي على مستوى الجروت أند سو أون، ممكن. لكن جنرالي ممكن يكون بالانس كل شيء عندي مشكلة، أو يكون أنبالانس إنه يحصل عندي جين أو لوس بالنسبة للكروموسومز إن جنرال، كان صار ديفيشن، صار عندي دوبليكيشن، صار عندي وجود أيزو كروموسوم زي ما هنشوف تعريف later on. cytogenetic cryptic translocation هذا عبارة عن مصطلح بس من باب المعرفة. هذا المصطلح له علاقة بال exchange of very small segment، عبارة عن involve exchange of very small segment of or those which are cytogenetically
So similar that they are not identified by G banding. يعني ممكن يحصل عندنا very small segment مش قادرين احنا نحطها في الكروموسوم لو عملنا له صبغة عشان نحدد وين هذا المكان. Very large موجودة عندنا. تمام؟ وهذا الأمر ممكن تكون في النهايات. يعني مثلا في الكروموسومز تكون في منطقة التوليمر. And صار في عندنا نوع من the translocation between chromosomes في التوليمر. وأكيد هذا ما مش هيأثر عندنا على الكروموسومز. وهذا الكلام احنا ممكن نعرفه من خلال certain probe. ممكن لو استخدمنا certain probe of DNA وعملنا له hybridization ممكن نعمل نشوف هل موجود او مش موجود. اوكي. In general the classification of the chromosomes او الكلام احنا ممكن عارفينه طبعا بالنحت البوزيشن بتاعت الكروموسومز. طبعا نعرف احنا الكروموسومز في عفوا البوزيشن بتاعت السنترومير في الكروموسومز. يعني في عنا ميتاسنتريك بمعنى انه الكروموسوم السنتروميل ابروكسيميتلي ان ذا ميدل. عنا سب ميتاسنتريك كروموسوم ممكن يكون انتل بيد مور ابر ذان ذا ميدل. اكروسنتريك موستلي ات ذا ايدجز اللي هو عبارة عن السنترومير at the edges of the chromosome. ممكن يكون عبارة عن تلوميريك كروموسوم اللي في منطقة التلومير السنترومير عامل joints واتاشمنت بشكل أو بآخر. هذا الأمر ممكن يكون عندنا من خلال أشكال للكروموسومز وهو موزعة في الجروبين بتاعت الكروموسومز زي ما احنا عارفين انه في هناك كروموسومز ممكن تكون ميتاسنتريك سب ميتاسنتريك أو عندي acrocentric chromosomes. من ضمن البالانسد rearrangement احنا قلنا مش على إطلاق انه ممكن يكون balanced لكن ممكن يكون في أنواع من هذه الأنواع زي reciprocal translocation يكون unbalanced. لكن in general we can talk as a balanced reciprocal translocation is a reciprocal when genetic material is exchanged between two non-homologous chromosomes. يعني في عندي two non-homologous chromosomes part of these non-homologous ممكن تنتقل من إلى زي مثلا كروموسوم 2 وكروموسوم اللي هو 8 يعني short arm بتاع الكروموسوم number 2 والشورت arm بتاع الكروموسوم number 8 ممكن يصير لهم translocation from one place to another اللي في 8 يروح 2 و2 يروح على 8. هذا ممكن يحصل عندنا reciprocal translocation. ممكن يحصل عندي بين 3 و 21 translocation في منطقة ال Q31 أو Q21 between chromosome 3 and chromosome 21. إذن هذا الكلام ممكن يحصل عندنا وممكن ما يلاحظش من ناحية اللي هو دراسة structure of the chromosome من ناحية karyotyping ممكن يحتاج إلى investigation بشكل أو بآخر. قال لي هنا في عنا breakage of at least two non-homologous chromosomes. طبعا أنا عندي 23 مثلا non-homologous ممكن تحصل هذا الكلام كل حالة كل 500 حالة في population. أوكي. ممكن يؤدي يكون هذا الكلام موجود في long arm زي ما احنا شايفين في كروموسوم 3 وكروموسوم 21 for example. هذا الأمر ممكن يحصل عندنا. الريارينجمنت بصير عندي في السوماتيك سيل كان ليد تو فورميشن اوف كانسر. طبعا هنا ايش قصدي الحين انه بيتحدث على انه هذا ترانسلوكيشن ممكن يؤدي لكانسر. يعني مثلا سيرتن انزيم معين انتقل للوكيشن اخر صار له ترانسكريبشن الالوت قاعد جنب بروموتر معين في امثله على هذا الجانب زي موضوع مثلا موضوع البيركتس لينفوما عفوا في سبيل المثال او البيركتس لينفوما في ان البيركتس لينفوما في ان كمان مثال اكثر من مثال عندنا في السيتوميجالو سيلز كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا اكيوت لوكيميا. هذا ممكن يحصل عندنا ريسبيركتس ترانسلوكيشن يؤدي يصير في عندي كانسر نتيجه انتقال جزء مهم وتصار في اختلال في موضوع الاكتيفيتي بتاعت سواء كان كاينيزز او مثلا ريسبتور او جروت هرمون ام سو. عندنا
شيء آخر اسمه reversion translocation. The translocation are much more common than reciprocal. تمام؟ subsequent fusion of the long arms. يعني ممكن يحصل عندنا إنه أنا في عندي كروموسوم 21 وكروموسوم 14. والخاصية طبعا الكروموسومات اللي هي الأكروسنتريك كروموسوم ممكن يصير عندنا إيش؟ attachment لمين؟ لونج ارم. يعني اللونج ارم بتاعت الكروموسوم 21 مع الكروموسوم 14 يصير لهم توجذر فيوجن ويصير في نوع من الكات للشورت ارم بشكل او باخر. هذا ممكن يحصل عندنا في هذا الجانب نتيجه اشكاليه في موضوع الديفيجن او موضوع الديسجنكشن بتاعت الكروموسومات. هذا الكلام ممكن احنا نلاحظه بشكل او باخر. هذا النص ممكن ما يكونش significance بشكل او باخر بحكم انه كشورت ارم ممكن not significant genes exist ومش قضية بمعنى يأثر على موضوع كجين that they are significant في اللايف بتاعتنا. هذا الكلام ممكن يحصل عندنا في هذا الموضوع. نشوف الصورة عندنا هنا روبرتسونيان translocation. نشوفين ان انا كروموسوم نمبر 14 كروموسوم نمبر 21 loss of the short arm صار عندنا look like derivative new chromosome اللي هو بتشكل من 21 و 14 مع بعض. اوكي fusion of the long arm of two acrocentric chromosomes at the centromere with loss of both short arm. هذا الكلام بيحصل في كروموسومات اللي acrocentric 13 14 15 21 و 22 طبعا لهم ريشيو ممكن يحصل في البوبيوليشن بهذه النسبة 1 لـ 1000. ممكن يصير بين 13 14. ممكن يحصل عندنا بعض الأحيان تحس إنه النمبر أوف ذا كروموسوم صارت عندنا 45 نتيجة النص بتاعت اللي هو الشورت أرم. يعني إحنا هنا مثلا شورت أرم ما في إيش عندي كروموسوم 14. كروموسوم 14 طبعا موجود بس عندنا كروموسوم 21 أجمع مين؟ مع 14. اوكي بيحصل عندنا هذا الكلام ويكون الخلية مثلا فيها كروموسوم 21 مع 14 والكروموسوم الثاني مثلا عندي انا 21 تمام، ولكن الخلية كان فيها اضافة كروموسوم معناته حيكون في عندنا ممكن يكون زيادة من الكروموسومز اللي حتجيني من others بعد ما يحصل عندي عملية الفيرتلايزيشن between sperm and ova اللي عنده هذه المشكلة أو sperm عنده هذا المشكلة. فبتقول لي إنه not so clinical significant ممكن تكون عندنا نتيجة هذا الأمر، لكن بعض الأحيان ممكن يكون عندنا significance في هذا الموضوع. في هنا مصطلح آخر اسمه inversion caused by two break of the chromosome with inversion of the segment and the insertion at the original site. Inversion carriers are at risk to produce unbalance of spring due to challenge in bearing at meiosis. على كل الانفيرجن ممكن يحصل نوع من الانفيرجن اللي هي عملية عبارة عن عملية وكأنه بتعمل نوع من التغير في البوزيشن بتاعت الباند. بمعنى في ان هناك نوعين من الانفيرجن، في عنا inversion اسمه pericentric inversion وعنا inversion اسمه pericentric inversion وعنا inversion اسمه paracentric inversion. inversion pericentric انه بصير في عنا السنتر داخل، بمعنى انه ممكن يحصل عندي على سبيل المثال لو طلعنا عنا هنا اوكي ممكن تكون عندي قطعة في الشورت arm تمام موجودة عندي هنا، هذه القطعة أخذت بوزيشن هنا أوكي، والقطعة اللي موجودة بوزيشن هنا في اللونج آرم راحت على منطقة الشورت آرم. هذا بسموه عبارة عن بيريسنتر. الباراسنتريك انفيرجن أوكي طبعا هنا صار يعني كان الموضوع عملية اكستشينج انفولد في منطقة السنترومير اريا، يعني صار عندي شورت مع لونج آرم. لكن في حالة الباراسنتريك انفيرجن انه بيحصل عندي انسايد ذا ارم، ممكن يعني مثلا عندي هذه A وهذه B
صار عندي انفيرجن انه الاي صارت محل البوزيشن بتاعت البي والبي صارت محل البوزيشن بتاعت ايش؟ بتاعت الاي. هذا الامر ممكن يحصل. اذا لما بيجي بقول انا عندي 46 اكس واي انفيرجن 10 لما بيجي بقول لي كيو 11.2 3 كيو 26.3 وكانه ما انا بحكي لي على كيو بحكي لي ايش؟ على كروموسوم 10 على الكيو على اللونج ارم من اريا صارت في مكان اريا اخرى. وهل هم جرى بالنسبه لهذا الموضوع؟ الصوره هنا بتوضح الامر. خلينا نطلع عندي هنا بيريسنتريك وباراسنتريك. بيريسنتريك هي عندي هنا كروموسوم صار في عندنا روتيشن وكأنه عندي هذه الاريا صارت عندي تحت واللي تحت طبعا صارت عندي فوق بشكل او باخر. باراسنتريك زي ما ذكرنا كروموسوم لونج ارم تو بوزيشن صار في تشينج في هذا البوزيشن. بريسنتريك انفيرجن انفولف بينج كروموسوم نمبر 9 اوكير از ا كومون. طبعا مثلا بريسنتريك ممكن يحصل لنا كلام ستراكشر فيرينت ممكن يحصل لنا وما يصيرش في عندي مشكله. ليش؟ لانه ما اجاش عندي هذا التشينج في البوزيشن على مناطق اثرت على الجين اكسبريشن بشكل او باخر. فمعناته الامور طبيعي ما فيش عندنا مشكله في هذا الموضوع. With an unbalanced karyotype with the percentage of 5 to 10% ممكن يحصل عندنا unbalanced في هذا الموضوع يكون في عندنا clinical significance. Although an inversion may interrupt the specific gene طبعا may interrupt. وهذا الكلام ممكن يحصل عندنا في كروموسوم بشكل او باخر. Inversion 9 بين ال B وال Q. This inversion is generally considered to have no deleterious. The most common one is طبعا no deleterious. لكن في عندنا ممكن يكون يعمل لي increase the problem miscarriage. لكن في عندنا other inversion ممكن يؤدي يصير عندي cancer من هذا ال inversion. طبعا ان شاء الله بالمحاضرات بالفصل الجاي بنتحدث عن البلاد كانسرز. تمام حنلاحظ انه في عندنا كثير من الحالات النيو بليزيا شيل صار في اللي هو نوع من الترانسلوكيشن اللي مش صح من ضمنهم الانفيرجن وادى انه يحصل عندي اشكاليه على مستوى الكانسر. الان بالانس طبعا ديليشن طبعا ديليشن عارفين ديليشن انه في عندي صار في نوع من الحذف caused by a break in the chromosome with the resultant loss of DNA loss of one or more gene. طبعا بيحصل هنا هابلو انسفيشنسي. تمام بيحصل هنا هابلو ايش؟ انسفيشنسي. وهذا الهابلو انسفيشنسي صار نتيجة الديليشن اللي عندي. ممكن يحصل هنا هذا الديليشن قديش الحجم بتاعه وين المكان بتاعه كله بيؤدي انه وين حيحصل عندي اللوس الموجود في الفانكشن بتاعت الجين. طبعا هنا عندنا مثلا على سبيل المثال ديليشن من وين اجى الديليشن؟ زي ما انتم شايفين عندنا هومولوجس كروموسوم ممكن يحصل عندهم ان ايكول كروسنج اوفر والان ايكول كروسنج اوفر حيعمل لي تغير في البوزيشن بتاع الخلايا بتاع السيجمنت اوف ذا جين وهذا ممكن يأثر على الكروموسومز بشكل أو بآخر. بيعتمد على اللوكيشن اللي حصل في الديليشن والانتقال من وان كروموسوم تو اذر وير ات لوكيت. طبعا هذا الديليشن ممكن يكون لارج واحنا ممكن نشوفه من خلال السيتوجينيتيك يعني من خلال عمليه الكاريوتايبنج. لو عندي مثلا كروموسوم صار فيه ديليشن بمعنى لونج ديليشن او لارج ديليشن ممكن يأثر انه نقدر نشوفه على مستوى الكاريوتايبنج. اذا كان ديليشن كميه مثلا سيجمنت شورت ممكن من خلال ساوترن بلوت تكنيكس هنحكي عنه في المولكيولر بيولوجي انه من خلال بروب معين ممكن نحدد اذا صار في عندي لوس او لا. او ممكن يصير في عندنا من خلال سيرتن ديليشن لسيرتن سيجمنت اوف جين او اكسونز ممكن من خلال البي سي ار نقدر نعرف هذا الامر. اوكي ممكن يكون عندي كيلو بيسز صار لهم ديليشن ممكن نلاحظ.
في عندنا تكنيك اخر اسمه فيش وذ تارجت بروب، انه من خلال بروب نعمل هايبريدايزيشن من خلال الفلوريسنس، نقدر نقول مصارع عند ديليشن او لا. هذه تكنيكس حنتحدث عنها ان شاء الله في الميكرو تكنيكس، احنا ممكن نستفيد منها عشان نوضح اذا صار في عند ديليشن او لا. عندي دوبليكيشن، ممكن يحصل عندنا نوع من دوبليكيشن. The presence of the piece of the chromosome into two copies and extra dose of gene، وكأنه انت اعطيتني more dose في الجين، وهذا الامر ممكن يحصل فيه عندنا مشكلة لو صار عندي increased number of the genes more than the expected، فمعناته حيعمل عملية product a lot، فهذا ممكن يؤدي الى toxicity, dysfunction, abnormality. هذا كلام ممكن يأثر عندنا بشكل او باخر، وهذا الكلام ممكن يكون عندنا في الكروسنج اوفر ان ايكوال كروسنج اوفر. عندنا شيء اخر، ايز كروموسوم فورميشن از ا كروموسوم ذات هاز لوست وان اوف اتس ارم اند ريبليست ات وذ ان اكزاكت كوبي اوف ذا اذر ارم. يعني ايش اللي بصير عندنا هنا؟ انه بكون عندي انا الكروموسوم، احنا بنعرف بكون مثلا الديفيجن عندما الكروموسومات تنفصل عن بعضها بكون لونجيتيودينال، بيحصل بعض الاحيان انه بكون هنا الانقسام مش لونجيتيودينال از هوريزونتال، تمام، وكانه شورت ارم، راحت شورت ارم من الكروموسومز اللي هم الكروموسوم، لما بحكي على بحكي على ايز كروموسوم اللي هو تو هومولوجس كروموسوم. في الحاله عندما يحصل هذا الامر والشورت ارم تحذف من هذه الكروموسومز، ممكن يحصل انه تشتبك او ترتبط اللونج ارمز توجذر اوف ذا هومولوجس كروموسوم، يعطيني از اون كروموسوم. هذا الكلام ممكن يحصل عندنا سواء كان في الاكس كروموسوم and for short arm of other chromosomes like number 1280 عندهم acrocentric. It is exist in 15% of all cases in Tierland syndrome، ممكن نلاحظه في Tierland syndrome or tumor، ممكن يحصل في tumor. Most probably a cause is that the centromere is divided in the opposite plane from all of the other chromosomes transversely rather than longitudinally. بالضبط زي ما قلنا احنا في الوضع الطبيعي longitudinally، لكن بيحصل عندنا بعض الاحيان بكون ايش الترانسفيرس، وهذا امر ممكن يؤدي الى وجود ايزو كروموسومز. هذا الكلام طبعا نحن بنحكي ايزو يعني تو لونج ارم اوف ذا كروموسوم، مثلا 21 فور اكزامبل، فالشورت ارم بتروح نتيجه اللي هو الديفيجن جاي ترانسفيرس، وهذا الكلام ممكن يحصل عندنا لونج ارم مع لونج ارم من نفس الكروموسوم، ويحصل عند وجود حد اسمه ايزو كروموسوم. الرينج كروموسوم is a chromosome whose arm have you fused together to form a ring. It is a multifactorial disorder caused by a combination of small variation in multiple genes that together predispose or cause a problem usually in conjunction with environment. يعني في عندنا هنا problem ممكن تحصل بشكل او باخر، بصير في عندنا نوع من الكت الايدجز بتاعت اللي هو الكروموسوم، مناطق توليمر، وبصير في عندنا فورميشن اوف رينج. يعني الكروموسوم لما يكون از لينير بصير عندي عباره عن سيركولار الكروموسوم، وهذا الكلام ممكن يحصل عند ناس في البيدياتريك بوبيوليشن 5% و 60% اوفر اول بوبيوليشن. يعني مثلا ممكن يكون هذا الوضع موجود عندنا is a chromosome whose arm has fused together to form a ring. It is a multifactorial disorder. يعني disorder سببه عدة أسباب caused by a combination of small variation in multiple genes that together predispose or cause problem usually in conjunction with environmental. ممكن يكون environmental 5% of pediatric population، عند 5% من ال population و 60% من يعني عندهم مشاكل environmental من يعني التعارض يعني with environmental
5% of pediatric population. يعني هذا حيأثر على 5% من الـ pediatric population نتيجة environmental problem. وبشكل عام ممكن يأثر على 60% of overall population الموجودة عندنا. ممكن عفوا الجملة هذا مش سليمة. If the involved chromosomes are autosomal, if the involved chromosomes are autosomal, the clinical effect is usually very serious. يعني إذا كان عندنا وجود الرينج كروموسوم صار عندنا في الأوتوسومال كروموسومز معناته ممكن يؤدي إلى مشاكل بشكل أو بآخر لها علاقة في موضوع الـ DNA من ناحية جين إكسبريشن أو من ناحية طبعا عملية اللي هو الريبليكيشن بروسيس. في هنا بيحصل الكروموسوم رينج زي 13 و14 و15 are associated with mental retardation. يعني الناس اللي عندهم رينج صار عندنا مشاكل على مستوى الجين اكسبريشن واوجد الناس كان عندهم مشاكل mental retardation او مشاكل على مستوى الفيشال فيتشر ممكن يحصل عندنا. هاي الصورة عندنا ايزوكروموسوم زي ما احنا شايفين عندنا الديفيجن بيكون ترانسفيرس بصير عندنا نص لهذا منطقة الشورت ارم وكأنه two chromosomes together homologous chromosome تمام long arm with long arm of the same chromosome. الرينج في هنا قلنا deletion في التبس at both tips deletion في both tips بتاعت الكروموسوم. يعني عندي كروموسوم صار في هنا deletion هنا وdeletion هنا فممكن أدى أنه يصير هنا الكروموسوم في عندنا مجال يعمل joining sticky end together في هذا الموضوع ممكن يحصل عندنا هذا الجيني. إذا وجود عندنا رينج هيا بقول لي 46 إكس كروموسوم رينج إنه الإكس كروموسوم صار في عنا اللي هو رينج فورميشن. النيوبلويدي زي ما ذكرنا في السابق إنه في عنا نمبرينج بروبلم. أوكي ممكن يصير عندي إكسترا نمبر ليس نمبر 46 for example 45 or 47 or 48 this is called a aneuploidy. وهذا الكلام ممكن يأثر على من يحصل عند الناس من 3-4% of all clinical recognized pregnancy في حالة pregnancy ممكن يصير عندنا هذا الأمر موجود في 3-4% من pregnancy فيهم مشاكل إنه ممكن يحصل عندنا aneuploidy. The most common mechanism of aneuploidy is non-disjunction. أهم شيء في موضوع النيوبلويدي السبب هو نون ديسجنكشن هذا اللي بيحصل عندنا في موضوع الميوسيس نمبر 1. نون ديسجنكشن has been associated with aberration in the frequency of the placement or pole. Frequency or placement of or both. نون ديسجنكشن انه في عندنا اشكاليه في الـ frequency of placement or port يعني في عملية الإزاحة بتاعها اللي هو الكروموسوم من اللوكيشن بتاعها هنا مشاكل على مستوى التوبيولز في عملية الريكومباينيشن في الميوسيس 1 خاصة تمام ممكن يؤدي انه يحصل عندنا هذا الأمر. زي ما احنا شايفين عندنا في الصورة non disjunction انه two chromosomes go together تمام وهذا الأدر سواء كان عندي ova او sperm موجود عندنا empty من ناحية هذا الكروموسوم فهذا لو صار عندي fertilization هنا معناته هيحصل عندنا اللي هو اشكالية في number of the chromosome. non disjunction
إذن الكلاسيكال لاند ديسجنكشن هو عبارة عن فيلير في الكروموسوم ايدر فيلير اوف كروموسومز، ممكن يكون واحد من الكروموسومز اور تو بير في عنده مشكلة اور تو ريكومباين بروبرلي اور بوت، يا اما يحصل عملية اللي هو ازدواجية في مشكلة في التو كروموسومز تمام، او في عملية اللي هي الريكومباينيشن اللي ممكن تكون between two chromosomes. وهذا الكلام له علاقة في طبيعة المكونات الموجودة عندي في اللي هو النيوكلياس من ناحية tubules من ناحية tubulins أو إشكالية طبعا ممكن تحصل من خلال السبندل الموجودة عندي في النيوكلياس أو في السيتوبلازم عفوا سبندل فورميشن. Another mechanism involved premature separation of sister chromatid. ممكن يحصل زي ما ذكرنا يعني عملية إعادة بس في الميوسيس 1 أو في الميوسيس 2 في عندنا مشكلة في عملية السيبريشن، يعني في نون ديسجنكشن فمعنى صار في عندي سيجريجيشن لأوسيست with certain number of chromosome rather than others تمام. وهذا حيأدي إنه ممكن يحصل عندنا بولار بادي، إنه أدى إنه بصير بعض الأحيان بيزود من موضوع البولار باديز في وجود انبالانسد جميل. هاي من ضمن الظاهرة يعني اللي احنا ممكن نلاحظها في هذا الجانب. Another mechanism involved premature separation of sister chromatids. Premature separation of sister chromatids. في عنا two sister chromatids طبعاً. Two sister chromatids ما بصير لهم مش separation very well. سواء كان في meiosis 1 meiosis 2. Separated chromatids may by chance segregate to oocyst. هذه chromatids segregate to oocyst. Or to polar body. يعني يا إما يروحوا على البولر body أو يروحوا على الأوسيست اللي هيحصل لها يعني تكون ماتشور في الفيرتلايزيشن. فعلى جميع الاوجه هيحصل عندنا بشكل عام انبالانس جميل فورميشن. نون ديسجنكشن كان اوكير ات تو سكسسف ميوسيس ديفيجن اور باي تشانس ان بوت ميل اند فيميل اكستريملي رير اكسبت فور السكس كروموسوم. نون ديسجنكشن كان اوكير ان ميتوتيك ديفيجن افتر زيجوت فورميشن. ممكن يحصل عندنا هذا الامر من خلال يحصل لنا موزايكزم. هون الكلام بيحصل لنا ممكن يحصل لنا هناك الامور نورمال في السبيرم نورمال في الاوفا، لكن بعد الزايجوت فورميشن حصل لنا نون ديسجنكشن او بمعنى اصح موزايكزم في احدى الخلايا في الديفيجن، فاضطر انه يحصل عندي مشاكل بشكل عام. وهذا الكلام ممكن يكون عندنا موجود في المالجنس. نون ديسجنكشن كان اوكير ان ميوس 1 طبعا و 2 هذا الكلام نفسه بشكل عام. من ضمن الأمثلة في موضوع النمبرينج في النيو بلويدي عندنا داون سيندروم ترايسومي 21، عندنا باتور سيندروم ترايسومي 13، عندنا إدوارد سيندروم ترايسومي 18، كروموسوم نمبر 18 كلاين فلتر إكسترا إكس كروموسوم، تيرنر سيندروم لكن نوب إكس كروموسوم نمبر راح يكون عندي واضح 45، تريبل اكس سيندروم اكسترا اكس كروموسوم او اكس واي واي ممكن يحصل عندنا هذا الامر موجود. ان شاء الله ننهي هنا والمرة القادمة بنكمل في محاضرة اخرى. السلام عليكم.